أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وفي السؤال الأخير يقول: إذا أوثرت قبل أن أنام ثم قمت قبل الفجر بنصف ساعة وأردت إذا أوثرت قبل أن أنام ثم قمت قبل الفجر بنصف ساعة وأردت أن أصلي صلاة الليل، هل أختمها بوتر أم تكفي، أم يكفي الوتر الأول، أم أشفع الوتر الأول ثم أوثر في آخر الليل؟ لا، الصحيح أن تكتفي بالوتر الأول وتصلي بعده ما يسر الله لك من آخر الليل ولا توتر، يكفي الوتر الأول، هذا هو الصحيح. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الوتر، ثبت عنه أنه كان يصلي بعد الوتر، وصلاة المغرب وتر كما تعلمون، ومع هذا نصلي بعدها، الصلاة بعد الوتر ليست ممنوعة. نعم، الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.